عايزه في البدايه طبعا مش بس اقول لكم طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه منزله، يعني الله عز وجل يجعل لكل خطوه لكل ام ولكل بنت ولكل اخت. يعني عندنا اخوات هنا حجزوا لاخواتهم، يعني كانت نيتها خير ان هي تيجي منكرم. انا عايزه ادي نبذه بس عن الفكره والدنيا جت ازاي، عشان اللي حصل النهارده كان كله بقدر الله. اللي حصل النهارده كان يعني رسالة من ربنا لينا الاول، وبعد كده سبحان الله الدنيا مشيت. عايزه اقول لكم فكره بس على فكره الانشاء. لما يعني سبحان الله كان اخواتنا سوريات عملوا فكره، وكان في اخت كويتيه تعالي عندنا الكويت هنعمل كذا وعملنا، بس طبعا ساعتها جت الكورونا. احنا قبل كورونا كنا نعمل حفل زي ده في اخوات شاب رئيس الجمعيه في الكويت، ان شاء الله هتجيلنا في نص السنه. وبعدين قلنا طيب تمام، يعني الجاليه السوريه جزاها الله خير، نعمل الجاليه المصريه حبايبنا المساكين دول. فطبعا ايوه شيلوا شيلوا عشان اشوفكم. فطبعا كان العدد تقريبا 10 فقط. انا عايزه اقول لكم النهارده احنا بنكرم 65 بنت، ما قدرناش نقول لواحده لا، ما قدرناش تيجي بنقول انا محجبه بقالي 4 شهور والله، وانا جات لنا بنوته 3 سنين بنتي حافظه، بنتي حافظه فاتحه وكل بص حفظتها 3 بتيانه دي، ما ردناش حد. املنا ان الله عز وجل يطلع علينا في جمعنا هذا ويرى نيه كل واحده فينا، وان هي جايه بس لاول حاجه بقى عايزين معايا النوايا، عشان ايه؟ هي دي التجاره بتاعتنا. جاي العلماء لا عرش لهم لا درهم ولا دينار. ركزوا معايا في الجمله اللي بيحصل، نفذوا واحد. انا عايزه اقول لكم الخواجيس اللي بيحصل في البلاد. كان لا يعد للعلماء لا درهم ولا دينار، ما لهمش تجاره، ولكن كانت تجاره العلماء النوايا، فكان يعد للعالم الواحد اكثر من 100 جنيه. فعدتوا معايا بقى، احنا جايين النهارده نرضي الله عز وجل يا بنات اللي فوق سامعيني، الحفله دي علشانكم. الاهالي جايين كده بس عشانكم. احنا جايين النهارده لرضا ربنا سبحانه وتعالى. بنات المحجبات، الناس بره، كل اللي في القاعه نساء كلهم واخدين الثواب زيكم. اي راجل بره بيروح يخرج، هتخرجي مع ابي هتخرجي مع اخي، هم في ايه؟ في ترفيه مباح. ركزي معايا، اما انت في عباده وفرض. احنا النهارده اللي طلع في بلد غربي او بلد شرقي ايا كان، ما بقتش فرقه الشرقي من الغربي دلوقتي. هقول لكم انت نازله من بيتك بفرض وعباده لله سبحانه وتعالى. جميع البشر الباقيين هم الامر بالنسبه لهم مباح، ما بيعملوش حرام بس مباح، ليكي فرض. لما بنقول احنا عايزين نوايانا واحنا بنحط الدبوس ونازلين رضاك يا رب. الدنيا دي دنيا سجن المؤمن، ولكن هناك بالاخر الجنه. والله ما سالت محجبه ولا سالت بنوته طلعت تقول لك والله انا حاسه ان انا نازله مرتاحه. فما بالك بالمغريات اللي موجوده، وما بالك بالفتن اللي موجوده. طب بس اللعب، طب بس القصه، طب بس الحلقه هنا كده، طب المخنوقه والمشنوقه والمربوطه والسكيني واللي عارفه. عايزه اكمل، انا مش عايزه اكمل خلاص. والفيزون بقى والهيافه الجميله بتاعت لا، كون ان انا قررت من جواك عن حب وعن اقتناع حسبه لله رضا لك يا رب. يا رب انظر الي الان، انا برغم الفتن واحنا مش شايفين الدنيا لسه صيف، يعني الدنيا ما تقومش. مش عايزه اقول الاماكن اللي هنا عشان بلاش اقول الاماكن. وبصي وشوفي، احنا هنا النهارده جايين نعمل طاعه رقم 2 ومباح ونفرح. كل ما نحرم زينه وقال الله مفيش، مش ده حلال ونفرح. ودلوقتي ده حلال، مش عايزه اقول لكم المنشده حبيبه هتعمل لكم حاجات تحفه جدا. واحنا نقعد مع بعض ونرضي ربنا ونفرح البنات. نيتنا في وجودي النهارده نفرح البنات. ياللي لبست الحجاب هنيئا لك، ياللي قررت تحفظي. احنا كنا قايلين خاتمات معانا، خاتمات معانا نص القران وربع القران 7 اجزاء، معانا صغيرين لخمسه، ومعانا سوره البقره واقول لكم سنها 8 سنوات ما شاء الله. ومان طول في الزمن ده وانت بتعملي الطاعه، حتى لو انتوا شايفينها ده جزء ولا جزء، لا 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 لا. ليه؟ تعالوا نذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عايزه اطول عليكم كتير. حديث النبي عليه الصلاه والسلام، الواحد منهم ب80 منكم، فقالوا له يا رسول الله الناس اللي جايين بعدينا الواحد مننا ب80 منهم؟ قال لا، الواحد منهم احنا ب80 من الصحابه. ليه؟ ده الصحابه، دا
تاني في الزمن ده، بتاخدي تلاقي عمر نادر لو لقيتي صاحبه تقول لك تعالي تعالي نصلي، ما تيجي نرضي ربنا، ما ده بلاش، لا ده حرام، لا لا يفرق. لو لقيتيها امسكي فيها بايدك واسنانك، امسكي فيها كده زي راما كده، راما دي قلبها جميل جدا. صاحبه لصاحبتها حاجه تحفه. فكرتني باخواتنا هناك، حبيبه مع فرقتها، ليلى مع مجموعتها، خلينا نحاول فاطمه بطل. احنا هحكي لكم، انا لازم احكي لكم الكواليس صراحه، قلبي وجعني، لازم احكي لكم الكواليس اللي حصل عشان تعرفوا قد ايه ان النهارده الحاجه دي معموله بحب، معموله بنيه، معموله بالقاس. ام احمد، ام احمد عايزين 50، بعديها ممكن تزودي 20، طب ممكن مش عارفه حاجه، وربك مبارك. بقول لكم بشرى في الاخر كده، يعني دعوه ورؤيه جميله.